ميغان رايس شابة أمريكية من أصول أفريقية عندها حساب على التيك توك وبتنشر فيديوهات عن الطبخ والأكل الصحي والشوبينج وبتنشر أغاني وبتنشر مواضيع تاريخية ومواضيع تافهة ملهاش أي قيمة خالص وعندها تقريبا 534 ألف متابع. وبعد أحداث غزة في 7 أكتوبر كل حاجة اتغيرت. ظهرت ميغان في 17 أكتوبر حزينة وبتبكي وبتتكلم عن الفيديوهات اللي بينشرها شباب غزة، الفيديوهات اللي بتظهر حجم المأساة اللي بيسببها القصف الإسرائيلي العشوائي على البيوت والمستشفيات في كل قطاع غزة، وبتقول مستحيل ان ننسى كل الصور والفيديوهات اللي بشوفها يوميا من هناك، وبتقول ان الفيديوهات دي بتطاردها يوميا في كل لحظة هي بتعيشها، وبدأت تنشر الفيديوهات دي على حساباتها كلها، وبتقول مفيش احساس اصعب من ان الواحد يشوف الاحداث دي كلها بتحصل قدامه وهو مش قادر يعمل اي حاجة. والله كأنها بتوصف حالنا كلنا دلوقتي. ميغان بقى بتتكلم في كل فيديوهاتها ان عقلها البشري مش مستوعب حاجة واحدة بس، هم اهل غزة دول ازاي ثابتين كده في وش كل اللي بيشوفوه، وايه هي الحاجة اللي مخلياهم راضيين عن كل اللي بيحصل فيهم، ازاي واحد يقدر يستحمل يشوف امه وابوه واخواته وعيلته كلها بتموت قدامه وثابت ومكمل، ايه السر في كده؟ ميغان فضلت تبحث واحنا كمان بحثنا، لقينا السر في حاجة واحدة بس ملهاش تاني. ده اللي هنعرفه الحلقة دي، فيلا بينا نبدأ. في سنة 1992 كانت البداية في إنشاء أول جمعية تحفيظ قرآن الكريم ودراسة السنة النبوية الشريفة، والجمعية دي كان اسمها جمعية دار القرآن الكريم، والهدف من الجمعية دي إن يكون في كل بيت في قطاع غزة حافظ ومتعلم لكتاب الله عز وجل. البداية كانت حلقات حفظ القرآن الكريم وتوسعت وكبرت الأعداد، فضمت عليهم بعدها حلقات التلاوة والتجويد وحلقات الإيجازات وحلقات القراءة، وكمان ضمت عليهم حلقات التدبر والتفسير وفهم القرآن الكريم وحلقات حفظ وفهم السيرة النبوية الشريفة، والموضوع بعدها فضل يزيد بفضل الله عز وجل عليهم واتطورت الحلقات، وبقى في حلقات خاصة بالمكفوفين وحلقات خاصة بفئة الصم وحلقات خاصة بكبار السن والأطفال. الحلقات دي كلها كانت في البداية في المساجد وبعد كده انتشرت في كل مكان في قطاع غزة، في المستشفى للأطباء والممرضين وفي المدرسة للطلبة والمعلمين وحتى في مراكز الشرطة للضباط وجوه مراكز التأهيل والإصلاح داخل السجون للسجناء علشان يقضوا وقتهم في أغلى العلوم. علم القرآن الكريم والمراكز دي أصبحت منبع لتخريج حملة القرآن الكريم. لو جينا بقى بصينا لقطاع غزة هنلاقي مساحته الإجمالية 365 متر مربع وعدد السكان فيه 2,300,000 فلسطيني بيعيشوا داخل القطاع، وصل عدد مراكز حفظ القرآن الكريم فيه حوالي 1,300 مركز قرآني، وعدد حلقات حفظ القرآن الكريم فيه أكثر من 9,000 حلقة حفظ، ودي كانت البداية. وفي سنة 2005 واستكمالا لمراكز وحلقات الحفظ بدأ أكبر مشروع للقرآن الكريم في قطاع غزة، مشروع تاج الوقار، والهدف منه كان التركيز في الفترة الصيفية على تخريج عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات من حملة القرآن الكريم في 60 يوم بس، وبكده بدأ حصاد انتشار القرآن الكريم في كل بيت في قطاع غزة وفي كل أسرة. وبعد سنوات كبيرة من عمل حلقات الحفظ ومراكز دراسة القرآن الكريم والسيرة النبوية أصبح القرآن الكريم حياة كاملة بيتنفسها أهل قطاع غزة كلهم، وبفضل الله عز وجل على أهل قطاع غزة أصبح القرآن الكريم موجود في البيوت والمدارس والمستشفيات والأقسام، وزادت المنافسات بعدها في حفظ القرآن الكريم في كل قطاع غزة، وظهر لينا المشروع الأكبر صفوة الحفاظ، المسابقة المشارك اللي بيشارك فيها بيتلو القرآن الكريم كاملا غيبيا في جلسة واحدة بدون أخطاء. إيه العظمة والجمال ده؟ وفي سنة 2022 كانت أول مسابقة لصفوة الحفاظ، وفي 2023 كانت المسابقة الثانية،
وخرجت اكتر من 2000 حافظ وماهر للقرآن الكريم. واوعى تتخيل ان الموضوع وقف على كده، لا طبعا، اهل غزة دول اهل الخير والكرم. قرروا بعد ما ذاقوا حلاوة الايمان وعلوم القرآن ان هم ينشروا العلم ده في كل انحاء العالم. بعدها انشأوا اكاديمية العلم وتحفيظ القرآن الكريم الكترونيا ب 22 لغة حول العالم، وضم للاكاديمية دي اكتر من 60,000 طالب من 130 دولة. فسبحان ربي العظيم، الله عز وجل أنعم على أهل غزة وأهل قطاع غزة كله بالقرآن الكريم فعاشوا به. لك أن تتخيل أن من 1992، وطبعا قبل كده قبل ما يكون في جمعيات ومراكز حفظ للقرآن الكريم، ولغاية اللحظة اللي بيتعمل فيها الفيديو ده، أغلب بيوت غزة فيها قرآن كريم من حفظ وتلاوة وتدبر وتعليم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشوا مع القرآن وأصبح حياتهم ودستورهم ومنهجهم. بالله عليك، بعد كل اللي انت شايفه ده هتكون النتيجة عندهم ايه على كل البلاءات اللي هم بيشوفوها يوميا؟ هتكون النتيجة ايه غير صبر وثبات ورضا على كل البلاءات اللي بيشوفوها يوميا، من قصف وتهجير وقلة أكل وشرب وعلاج وكمان فقد أهل وغيرها وغيرها. والله بلاءات فعلا ما يستحملهاش عقل بشري. أيوة فعلا، القرآن الكريم هو السبب الأساسي في كل الفيديوهات اللي بنشوفها عن ثبات أهل غزة، وهو برضو نفس السبب اللي عرفته ميجان وأشهرت إسلامها. وفكرت بعدها ميجان إن هي تنشر القرآن الكريم في كل مكان في العالم، فعملت مبادرة لقراءة القرآن الكريم، وكلمت كل المتابعين ليها في الفيديوهات عن المبادرة وإرسال الانطباع بعد قراءة القرآن الكريم. وبعدها انضم الآلاف للمبادرة وبدأوا ينشروا فيديوهاتهم عن انطباعهم بعد سماع القرآن الكريم وتعلم أجزاء من التفسير فيه. وبما أن أغلب المتابعين لميجان هم النساء، فما كانوش يعرفوا في سورة النساء دفاع القرآن الكريم عن النساء وعن حقوقهم، وإزاي دين الإسلام بيتعامل مع النساء بكل مودة ورحمة. ومبادرة ميجان لسه شغالة لغاية الوقت اللي بيتصور فيه الحلقة دي. فسبحان الله، في ناس اتحركت لما شافت فيديوهات مش مستحملاها عقل، لأن فعلا اللي بنشوفه في غزة ما يستحملوش عقل ولا خطر على بال حد إن هو ممكن يشوفه في فيلم من الافلام. احداث خلت كل العالم يسأل، هي الناس اللي عايشة في قطاع غزة دول بجد؟ هي الناس دي بشر زينا؟ شفنا ام بتفقد ابنائها وهي صبرة ومحتسبة، شفنا زوجة بتفقد زوجها وهي كلها ثبات واحتساب، حتى الكلام اللي بيخرج منها كله رضا وتسليم لامر الله عز وجل. شفنا اب بيفقد اولاده الاربعة وهو في قمة الرضا وبيقول الحمد لله، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. شفنا روح الروح، وشفنا يوسف الحلو ابو شعر كيرلي، شفنا طفل استشهد وهو في ايده لقمة عيش ما لحقش ياكلها، شفنا ام راحت تجيب اكل لولادها رجعت لقت البيت مش موجود بعد القصف وهي بتصرخ ولادي فين، ماتوا من غير ما ياكلوا، شفنا اب شايل ولاده الاثنين اشلاء في كياس بعد ما خرجهم من تحت الانقاض بعد القصف، شفنا قصف للمستشفيات علشان يموت كل الابطال اللي بنشوفها في فيديوهات مختلفة في فيديو واحد، الطبيب والمسعف والجريح، شفنا الشهيد الساجد لايف لأول مرة في حياتنا علشان ينال شرف الشهادة ويحشر وهو ساجد بعد ما نطق الشهادتين، وشفنا وائل الدحدوح. وما أدراك ما وائل الدحدوح؟ وائل الدحدوح مراسل الجزيرة اللي تم استهدافه أكتر من 3 مرات، مرة يموت فيها أسرته بالكامل معادة هو وابنه البكر حمزة، والمرة التانية استهدافه هو شخصيا وكان معاه زميله سامر أبو دقة واستشهد فيها زميله، والمرة التالتة استشهد فيها ابنه البكر حمزة. وبعد كل مرة وبعد كل استهداف يخرج علينا علشان ينقل لنا الأحداث بطريقة تخلينا نخجل ان احنا عايشين اصلا. الخلاصة اللي بيحصل في غزة دلوقتي ومعركة طوفان الاقصى هتتحط في تاريخنا مع المعارك الكبرى اللي تعدل بعدها التاريخ، زي معركة بدر وحطين وفتح مكة وعمورية وفتح الاندلس وفتح صقلية والقادسية ونهاوند واليرموك وغيرها من المعارك اللي كتبها المسلمين في التاريخ، وتغيرت بعدها التاريخ. والله فعلا مش مبالغة اللي بنشوفه يوميا من صبر وثبات وإيمان ويقين وصمود وتحدي ورضا واستمرار
خارج من ناس استثنائيين في التاريخ، بشر الإسلام والقرآن والإيمان مالي حياتهم ومكفيهم عن الدنيا بكل اللي فيها. وأنا خلاص خلصت. سلام عليكم.